جميلة ذي أغنية ما أروعك. هو نبيل الشعيل بالذات يذكرني، عندي ذكرى معاه نبيل الشعيل. النهار اللي نعدي في البرمي كي وصلت للبارك حط لي المونيتور متاعي، حط لي غنية متاع نبيل الشعيل وهبط من الكربة وقال لي أي برا معناها باش نعدي وقتها البارك. خذيت الكوندويت ما زال لي البارك يا اخي كهوا نحبه، انا كنت ما نحبوش ريت نحبه ذكريات جميله دونك نحبك نبيل الشعيل. فوالا معانا نبيل الشعيل نتعداو لتمخميخه. مخميخه فوالا في تمخميخه نعطيكم اكله جديده ماعرفش كان تعرفوا ايش اسمك. عابر الحمص. عابر الحمص الحقيقة ما نعرفش، ما تعرفش حتى انا اكتشفتها ديرنييرمون. اي يا سيدي كذي لازمها 100 غرام حمص، كعبة سفنارية، بصلة، ثوم، مغرفة صغيرة هديسة، ومغرفة شابلوغ، ولازمنا فالينا، مغرفة صغيرة عصير نتاع قارس، نص مغرفة صغيرة ملح، ربع مغرفة صغيرة تابل. ونبداو ناخذ الحمص نتاعنا ننفخوه ليلة كاملة في الماء. بفما زوز طرق، يا اما باش تنفخوا ليلة كاملة في الماء وتبدا تستعملوا من غدوة هكاكا كيما بعد ما تنفخ، والا الناس اللي تخاف برشا على كروشيتها والغاز تطيبوا شويه بعد ما تنفخوا، معناها تصمتوا شويه الحمص. اما هو الاوريجينال نتاعها انك انت تنفخوا وبعد ما تنفخوا ترحيه من غدوه ترحيه. الناس اللي عندها الغاز وكل ماذا بيها تطيبوا قبل ما ترحيه. فوالا ومن بعديك نربيو فوقه اسفناريا، كيف كيف البصل الثوم تروف تروف، نخلطوهم مع بعضهم، نزيدوهم شابلور هريسه ملح تابل ليمون، نخلطوهم الكل مع بعضهم. ايماجين انت القوم تاع الليمون معاهم شنو ينجم يعطي. ومن بعديك تعملهم هكا كعابر معناها كيما الكفته وتلفهم في الفارينة وتقليهم حتى لين يحمروا بنين 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 بنين. أنا حاجة ما نعرفش نجربها جربها ونقول لك. كي قلت لي ترحى وتحطوا بالقارص والكل ذكرتني ثم أكلة سورية صحيت على السوريين ذي حسين مريقل مريقل مخميخة. سينا نتعديو احنا معاكم للموزيكا ونرجع لكم شوية اخر العالم الله قد ايه عمرو دياب.